أه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدي قناه شوف تي المباشر مباشره من مدينه ازمور طبيعه الحال مشاهدي قناه شوف تي أه نحن وياكم على المباشر باش نناقشوا هذا الموضوع الموضوع اللي مهم وخصوصا في هذه الاونه الاخيره ولينا كنشوفوا تتخانات من طبيعة الحال آخرها 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 وغادي نحكيها لكم وهذه كانت بمدينة الجريدة غادي نحكي لكم هذه القصة هذه اللي اللب ديالها هو الخيانة هو الخيانة الزوجية وكذلك انتم مشاهدي قناه شوف تي في غتعطيونا الراي ديالكم حول هذه الخيانه وشنو هما الاسباب اللي كيخليو ان هاد الازواج انهم يخونوا بعضياتهم انهم آه 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 يا كتكون الخيانه من طرف الزوج يا كتكون الخيانه من طرف الزوجه وشنو الاسباب في نظركم مشاهدة قناه شوف في اليوم آه اليوم آه اليوم آه تقريبا مع ديك 12 ولا الوحده آه آه قناه شوف في كانت صورات مع واحد الشاب اللي آه... نقدر نقول لكم انه يلا تزوج يلا باقي فريعان شباب الشباب ديالو تزوج بواحد السيدة آه والد معها وليد هادشي على حساب انا كنحكي لكم على حساب الاقوال ديالو على حساب الهضره ديالو واللايف راه كاين على قناه شوف تيفي في آه انه يلا تزوج بها والد معها وليد فاذا بي كيلقى ميساجات رسائل كي يلقى ميساجات رسائل في التليفون ديالها دار شكايه طلع ليه الدم تقلق بحكم انه هو الزوج هو المعيل للاسره فمرداش بهذا المصطلح كنقولوا مرداش انه يتعرض للخيانه في الشرف ديالو يشوف ميساجات بكلام كيف ما كنقولوا حنا كلام حلو كلام فيه الغرام وفيه الحب وفيه كذا وكذا هو مرضاش دار شكايه فالأمر الامر ما وقفش هنايا وانما الامور تطورات فهاد القصه ديال هاد الشاب هذا اللي من المدينة الجديده فهي خرجت من الدار منعاتو انه يبقى يجي يشوف ولدو واحد المده اللي هي طويله جاي يشوف ولدو ولقى في واحد الوضعيه حرجه لقاه مريض رغم كامل انه تكلف ليه بالادويه تكلف ليه بالحاجيات ديالو كطفل وكامل صلبه من دمه من لحمه ودمه فالامور طورات يعني ابار على انها منعاته انه ما يبقاش يجي يشوف ولدو فالامور موقفات هنايا الامور طورات شنو اللي تطور في هاد الامور هادي انه هاد الشاب هذا ولاو كيعيطوا ليه ولات هي الزوجه ديالو باقي هادشي ما لا طلاق لا والو باش تكون الامور واضحه مشاهده قناة شوف باقي ما لا طلاق لا والو ا ولات كتعيط ليه كيهضر معاها معاه هو كيهضر معاه العشيق ديالها يعني استسمح لهذا المصطلح يعني ما غاديش ما عرفتش المصطلح المناسب لهذه الوضعيه هذه المهم العاشق ديالها كيهضر معاه وكيقول لي شوف حنا راه نجيو عندك وانت ما احنا عندك ما تصور حنا نجيو لعندك حتى حتى لعندك ما تحتاج انك تجي لعندنا ولكن هي كتقول لي, كتقول لي ولكن قبل ما نجيو عندك قبل ما نجيو عندك تنمارسو الجنس فحال هكا قبل ما نجيو عندك تنمارسو المارسول الجنس ولكن خليك معنا على التليفون وبقى كيسمع اصوات بحل افلام اباحيه يعني هذا شيء خطير بحل افلام اباحيه كيسمع اصوات بحال هكاك يعني هو وعدو هذا الشيء مسجل يعني هذه غير قصه من مج من مجموعه من القصص اللي كنشوفوها ديال الخيانات الزوجيه فمشاهدي قناه شوف تيفي شنو اللي خلى ان هاد الازواج انهم يخونوا بعضياتهم شنو اللي خلى هاد الازواج انهم ما يبقاوش مرتاحين مع بعضياتهم وكيف ما كتعرفوا مشاهده قناه شوف تي في كيف ما كتعرفوا ان الحكم ديال الخيانه الزوجيه راه ابار على القانون المغربي ولا المشرع المغربي فهاد كاين في كتاب الله عز وجل في القران الكريم ان لاش كان الخيانه بشكل عام تعتبر من الامور المحرمه التي نهى عنها الاسلام في كتابه العزيز ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور يعني ربي ما ان الخيانه كل خوان يعني الخيانه في الدين ديالنا الاسلامي فهي محرمه علاش ولينا كنشوفوا مشاهده قناه شوف تي الخيانه اللي كتراش في هذا الوقت هذا وحنا كنشوفوا آه فيديوهات وكنشوفوا صور وكنشوفوا آه اوديوات كنشوفوا شي حوايج اللي كتشتت الاسره المغربيه شنو اللي خلى مشاهده قناه شوف تي ان هذه الخيانه أنها تكون انا كنشوف التعليق ديالكم سعيد كيقول لك عدم تلبيه الزوج لرغبه زوجها يعني هذه من الاسباب اللي كتخلي الخيانه الزوجيه انها تكثر فقد اضاف الله سبحانه وتعالى في هذه الايه الخيانه الى الكفر وجعل الخائن كفورا اي شديد الكفر فإذا وقعت الخيانة التي تكون بين الزوجين أي من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجه وقد تم بينهما إجراء عقد الزواج الشرعي يعني آه الزواج بالحلال بما يرضي الله الذي وصفه الله بأنه ميثاق غليظ فإن الخيانة تكون أعظم إثما وأشد حرمة وأكثر تأثيرا وأعمق من حيث الآثار المجتمعية والأخلاقية يعني الآثار ديال هاد الخيانة مشاهدة قناة شوف في الآثار ديال هاد الخيانة الآثار المجتمعية كمجتمع والآثار الأخلاقية وزيد على ذلك أن نشوف الضحايا ديال هاد الخيانة ولا ديال التفرقة يعني أن الزوج كيتفرق هو مرتو يعني ما كيبقاش في ذاك الجو ديال جو عائلي ما كيبقاش راه من دي من ديم الاسباب ولا من ديم الضحايا ديال هذه الخيانه الزوجيه هما الوليدات الصغار يعني وليدات صغار من اللي كيعيشوا في واحد الجو كئيب واحد الجو مظلم واحد الجو اللي فيه الخيانه واحد الجو اللي فيه مش اذا قنا شوف تيفي شنو هي الاسباب في نظركم علاش ولات الخيانه في الزمن ديالنا ولا الراجل كيخون كي مرتو ولا الزوجه كتخون الزوج ديالها كتخون كتقدر انه الطعن في شرافه ولا الزوج كيقدر انه يطعن الزوجه في شرفها ويمشي يخونها مع سيده واحده اخرى و... 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 ويختالي بها في شي قنت والزوجه كذلك ملي كتشوف الزوج ديالها اللي كيف ما قريت انه كاين واحد الميثاق غليظ بيناتهم اللي في الحلال الطيب بما يرضي الله ورغم هذا الشيء كامل كنشوفوا ان الناس ما بعين الاعتبار هذا الميثاق هادو وكتم الخيانه فمشاهدة قناة شوف تيفي والخيانة في غيرهما كذلك محرمة كخيانة المواثيق والعهود وغير ذلك يعني واحد الميثاق غليظ اللي كيربط ما بين الزوجة والزوج فهاد الخيانة كتكون خيانة لهاد المواثيق وهاد العهود اللي كتكون فيما بيناتهم ما بين الزوج والزوجة طبيعة الحاله المشاهده انا شوف تي في فدرجه الخيانه كتختلف باختلاف الفعل والنظره والنظره اليها في المجتمع فمثلا ربما يعتبر اي تصرف يقوم به احد الزوجين دون علم الاخر وفي الخفاء عنه خيانه له ولكن ذلك لا يدخل في باب الحرمه او الكراهه او الحل لكونه لم يرتكب ما يعاقب عليه شرعا او قانونا ولم يقم بفعل منهن عنه شرعا فلا تكون خيانته من الافعال المحرمه ولكنه في نظر الاخر يعتبر خائنا لفعله ما يسوءه يعني اذا بلغ حد الخيانه ان يرتكب هذه اللي بغينا نركزوا عليها مشاهده قناه شوف يعني الزنا اذا بلغ اذا بلغ حد الخيانه ان يرتكب احد الزوجين جريمه الزنا او ما يجري مجراه من الافعال المحرمه كان يقيم احد الزوجين مع شخص غريب عنه علاقه حب يعني مشاهده قناه شوف في ان ملي كنشوفوا ان الزوج ك كت... كت... كتخلي ليه نفسه أنه... انه يمشي مع واحد السيده وانه يمارس معها الرديله ويمارس مع ما حرمه الله يعني هذه خيانه كبرى بالنسبه للمشرع المغربي ولا بالنسبه للقران ديالنا والدين ديالنا الاسلامي فكذلك مشاهدة قناة شوف تيفي كذلك بالنسبة للزوجة فحتى هي كذلك من اللي كتخون راجلها انه كيمشي كيضرب تمارة ويدمر وشفنا شفنا 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 قصص ديال الناس اللي 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 شفناهم وصورنا معهم يعني واحد السيد كتلقاه كيمشي مسكين كيهز العتله ويهز البالة ومشي يخدم ومشي مع النبوري مع الصباح والفجر ويمشي يخدم يضرب تمارة وباش يجي لقمة العيش ولكن الزوجة ديالو كتستغل الخروج ديالو من المنزل وكتمشي عند العشيق ديالها وكتمشي عند شخص غريب انها كتمارس معاه الرذيلة ولا كتمارس معاه الحويجات اللي دي محرمة اصلاً وكذلك بالنسبه للزوج فاش باش محايدين نحن ماشي لهكا ولا حنا كنقولوا الزوجه اللي كتخون وانما راه حتى الزوج ملي كيخلي الام ولادو انها مقابله له دارو مسبطه وكاسيه وغاسله لي حويجاته ومنظفه ليه دارو معتنيه بي معتنيه بوليداته هو كيمشي كيتخلوى فقنت واحد اخر كيمارس الرذيله فهادي شي حوايج اللي اللي حرام اننا نشوفوا هاد الحويجات فحال هكا فمشاهده قناه شوف تي في ما كرهتش انني نشوف التعليق ديالكم ونشوف ردت شنو السبب في نظركم اللي كيخلي اننا نشوفوا هاد الناس انهم اه يخونوا بعضياتهم ف هشام بريكو كيقول لي السلام عليكم فخير حموده وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته خويا العزيز نوها نوها كتقول لي قله الايمان وسوء التربيه والاخلاق حسان كيقول لي تحياتي كيقول لي الصوت متقطع ربما غير من عندك سي حسان الصوت عندي واضح انا من التليفون ومن البيسي في نفس الوقت كنسمع من البيسي يعني الصوت واضح ربما من عندك السي حسن آه نوها كتقول قله الايمان يعني الانسان السيده آه ولا السيد كما ما كيكونش متشبع بالايمان هو اللي كيخلي انه يمشي يخون آه كذلك سوء التربيه والاخلاق أنما ما كتكونش ديك التربيه ان التربيه على, الـ على, الـ على الطريقه الصحيحه فربما هي اللي كتخلي ان هاد الامور انها تكون هكا فعزيز رضوان كيقول كي لي السلام وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته خويا عزيز مشاهد قناة شوف تيفي في مازال على المباشر مباشره من مدينه ازمور مباشره مع حموده شنو في نظركم اللي كيخلي الازواج يخونوا بعضياتهم شنو هما الاسباب للتذكير فقط فحكيت لكم واحد القصه ديال واحد الشاب اللي صورنا مع غير اليوم في مدينه الجديده انه هو الشاب باش نعود ان نذكر الناس اللي يلا التحقوا بنا القصه هذه هذا واحد الشاب هذا واحد الشاب مشاهد قناه شوف تيفي تقريبا نقول لكم السن ديالو واحد آه آه ستة وعشرين خمسة وعشرين في حالك أربعة وعشرين في الله تزوج ولد مع واحد السيدة واحد الوليد باقي صغير مؤخرا آه شاف عندها شي ميساجات في تليفون آه فيهم الحب والغرام وذاك شي يعني آه ميساجات لي استفزوه وشاف داكشي بحالة كتقول تقول طعن في الشرف ديالو كزوج هو خدام وكيضرب تماره كلشي فالتجا للقضاء انه دار شكايه عاوتاني اه الامور اه ما عند هاد الميساجات يعني وقع مشكل بينه وبين الزوجه ديالو الزوجه اه خرجت خرجات من الدار ما باغاه انه يشوف ولده آه دازت واحد المده ديال تقريبا ديال 6 شهور تقريبا جا بغى يشوف ولدو لقى ولدو مريض في وضعيه صحيه حرجه ف رغم هادشي كامل ورغم ان الزوجه دارت معاه هادشي فمشى شرى الدواء لولدو وكلشي ف ما الامور عند هاد الحد الامور بحدها وهي كتطور وكتطور تدريجيا ف في النهار كيصوني ليه تليفون أه كدوز ليه كتهضر معاه هي وكتدوز ليه العشيق ديالها العشيق ديالها كيهضر معاه آه كيقول شوف وانا راه كنعرفك وانا هكا ونتايا بلا ما تحتاج انك تبقى تقلب علينا احنا راه نجيو حتى لعندك وفي ما كنتي نجيو حتى لعندك وما عندك ما تصور وهكا وهكا آه آه واحد اللحظه قالوا شوف احنا قبل ما نجيو عندك حتى نمارس الجنس عاد باش نجيو لعندك وخليك معنا على التليفون وبقى تصنت وبقى كيسمع كي وكيسمع وهو هذا الشيء راه ما مطلقش من مرتو باقي ما كاين لا طلاق لا شي حاجه بقى كيسمع كي في التليفون وكيسمع شي شي حوايج اللي ما نقدرش نوصفها لكم هو راه عنده تسجيل ديال المكالمه وعنده تسجيل ديال هذا الشيء وعنده هذه الحويجات كامله بالادله والحجج فكيف ما قلت لكم انه بقى كيسمع دوك الحويجات يعني السيد مابقاش كينعس تازم طلع ليه الدم كيقول هو راه كاين لايف في شوف تي في راه صورنا معاه في شوف تي من مدينه الجديده وكنت معاه هنيت درت معاه استجواب فالسيد في وحد الوضعيه واحد الوضعيه نفسيه بعدا قبل ما تكون صحيه وضعيه نفسيه حرجه يعني السيد احنا من اللي كنا كان معاه هو اللي التاجع الاعلام هو اللي بغي يخرج آه هاد القصة دياله الاعلام هو اللي بغي يهدر وبغي يشرح وبغي آه كيطلب كي من القضاء وكيطلب من آه الناس ديال اللي ساهرين على الشأن انهم ياخدوا لي حقه ويتم الانصاف دياله فكيف ما قلت لكم انا كنت كنشوف شاد الميكرو هو شاد الميكرو وتخيلوا معايا في واحد الوضعيه حرجه يعني شاد الميكرو فيبري يديه كنشوف الارتباك في يديه يعني في واحد الوضعيه ما يعني انا حكيت لكم غير قصه من مجموعه من القصص اللي كنشوفوها في المملكه المغربيه وماشي غير في المملكه المغربيه انما في العالم العالم ككل وفي الدول العربيه ككل انا السؤال مطروح شنو اللي كيخلي مشاهد قناة شوف تي في أن نشوفوا هاد 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 الأزواج أنهم كيخونوا بعضياتهم يا الزوج كيخون مرته يا مرته كتخون يا الزوجة كتخون راجلها كنشوف التعاليق ديالكم مشاهده قناه شوف في الزهريه كتقول الله يدي مخلاق الزهريه كتقول لك ما باقيش الرجال يعني ما الرجال عبد الرحيم الجمهور كيقولي البعد عن الدين والتخلف اخي حموده يعني البعد عن الدين يعني الانسان ما بقاش متشبت بالدين الاسلامي ربما كيف ما جاء لسان ديالو هذا سبب من الاسباب ولربما ربما هذا هو السبب الرئيسي انه البعد عن الدين هو اللي خلى اننا اننا ان نشوفو هاد آه هاد الحويجات ديال الخيانه الزوجيه آه مجيد ملي حكيت لكم القصه كتب تعليق وكاتب لينا يتطلق ويتهنى يعني آه يعني يطلق ويتهنى وتعليق تعليق واحد اخر يعني كيقول انه تمشي في حالتها واش كاينه غير هي اه يطلقها يبقى هاني واحد اخر يعني مجيد عاوتاني كيقول لكم ملي توصل لهاد الدرجه الله يعاونها يعني مشاهدي قناه شوف تي في هادو هما الاسباب يعني ربما واش هذا هو الاسباب انه البعد عن الدين هو سبب من الاسباب ولا ربما انه السبب الرئيسي ان اللي كيخلينا نشوفوا هاد الحالات ديال الخيانه فكيف ما قلت لكم مشاهده قناه شوف تي في راه ولينا كنسمعوا مجموعه آه آه ربما انا جمعت شي حويجات الاسباب اللي كتادي للخيانة الزوجيه طبعا الحال للخيانة الزوجيه عده اسباب ومن بين الاسباب التي تؤدي اليها عدم توافق الزوجين من ناحيتين الفكريه والاجتماعيه وعدم اهتمام احد الزوجين بالطرف الاخر مما يؤدي الى لجوء الاخر الى الخيانه لاشباع حاجته يعني مشاهدة قناة شوف في ما كيش توافق في الناحيتين الفكرية والاجتماعية يعني الفكرية ربما أن الإنسان ما كيفكرش في حل الآخر وحتى الطبقة الاجتماعية ربما آآ آآ ربما هي سبب من الأسباب أنك تخلي أن الإنسان أنه يمشي يخون هي الفكرية والاجتماعية وعدم الاهتمام الأحد يعني ما كينش اهتمام ما بين آه ما بين الطرفين يعني ربما ان الزوجه ما كتلقاش اهتمام من طرف الزوج انه يهتم بها في الرعاية الزوجية من طبيعة الحال أنه يشوف الخاصيات ديالها حويجات ديالها شنو خاصة شنو خاصة يعني لما كانش اهتمام فربما أن هذا سبب أنه كيخلي الطرف الاخر انه يلتجا لطرف اخر باش يشبع الرغبات ديالو ويشبع الحاجيات ديالو ان صح القول. وكذلك اختلاف النشأه الاجتماعيه لكل من الرجل والمراه فنشوء احدهما احدهما في مجتمع مدني ونشوء الاخر في مجتمع منغلق يعني يؤدي الى حدوث فجوه بينهما مما يعزز حدوث الخيانه. بينهما يعني مشاهدة قناة شوف تيفي يعني النشأة الاجتماعية ربما أن الإنسان نشأ في واحد المجتمع اللي منفتح عكس الطرف الاخر يعني نشا في واحد المجتمع اللي هو منغلق هادشي اللي كادي لحدوث واحد الفجوه اللي كتحدث بيناتهم هادشي اللي كيعزز ان تكون الخيانه كذلك اختلاف العادات والتقاليد التي تربى عليها كل منهما فذلك ايضا يؤدي لوقوع في الخيانه يعني التقاليد والعادات تقاليد والعادات اللي تربى عليها احد الطرفين فربما هذا ربما انه يكون سبب من الاسباب اللي كتخلي تكون شوفوا الخيانه وكذلك آه كذلك عدم الاستقرار والراحه النفسيه للخائن يعني الناس الواحد اللي كيخون ربما ملقاش آه الراحه النفسيه والاستقرار النفسي ملقاش ربما هذا هو السبب اللي كيخلي انه يمشي يخون باش كيقلب على الراحه النفسيه ولكن هذا يعني ربما انه كيزيد الطين بله ملي نشوفوا ان واحد الخائن يمشي يخون الزوج ولا الزوجه تخون الزوج ديالها ولا العكس باش يقلب على الراحه النفسيه ولكن انما ما كناش راحه نفسيه فبالنسبه ليا فقدان التفاهم والحب والاحترام المتبادل والثقه بين الزوجين يعني سبب من الاسباب اللي كتخلي انه الخيانه يعني ما كيبقاش واحد التفاهم والحب والاحترام اللي كيكون متبادل والثقه بين الزوجين ربما هي سبب من الاسباب اللي كتخلي آآ آآ تكون خيانه الحميدي الحميد الح... الحميد كيقول كي يا اخر الزمان الله يستر بالطبع البعد عن الدين لا اتفق معك الحريه وخوف الله كاين اغنياء وعندهم الخيانه يعني الحميد عند رأي آخر كيقول آخر الزمان الله يستر بالطبع البعد عن الدين لا أتفق معك الحرية وخوف الله كين أغنياء وعندهم الخيانة كذلك مشاهد قناة شفتي تيفي عدم وجود قواسم مشتركة بين الزوجين في الهويات في الهوايات والمشاعر والأحاسيس مما يجعله يبحث عنها في غير زوجه يعني المشاعر والاحاسيس اللي ما كتكونش متوفره في الزوج يا الزوج ولا الزوجه هذا اللي كيخلي ان الزوج انه يمشي يقلب عليها في غير من غير الزوجه ديالو ولا العكس ان الزوجه كتمشي تقلب على الاحاسيس والمشاعر والحب والتفاهم والثقه والاحترام انه هما اللي كيخليو ربما الطرف الاخر يمشي يقلب عليها في قنت واحد اخر هادشي ربما هذه من الاسباب ديال الخيانه الزوجيه من طبيعه الحال مشاهدة قناه شوف تيفي حبيبه امي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اختي العزيزه مشاهدة قناه شوف تيفي انتم مازال على المباشر مباشره من مدينه ازمور مباشره مع حموده الملولي حول موضوع اشنو في نظركم اللي كيخلي الازواج يخونوا بعضياتهم يعني ولينا كنشوفوا في الاونه الاخيره مجموعه من الحالات ديال الخيانه الزوجيه كتوقع يا الزوج كيخون مرته يا مرتو يا المراه كتخون راجلها يعني شنو اللي كيخلي الزوج انه يخون مرته ولا العكس شنو اللي كيخلي المراه انها تخون راجلها شنو هي الاسباب في نظركم علاش ولينا كنشوفوا الخيانه كثرات في وقتنا الحالي واش البعد عن الدين واش ما كاينش تفاهم ما بقاش الثقه واش ما كاينش داك الاهتمام وديك الاحاسيس والمشاعر ما كيناش ما كتوفرش ما بين الزوجين هادشي اللي خلى ان تكون خيانه ولا خلى الخيارة تكتر تحية حبيبة أمي كيقول يتح... كتقول لي تحية من كازا تحية متبادلة أختي العزيزة فمشاهدة قناة شوف تي في صراحة كنشكركم على هذا التجاوب ديالكم وكنشكركم على التعليق ديالكم فغادي نختموا هاد البث المباشر نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء وكنتمنى الله يحد الباس وإن شاء الله تكون الأمور بخير وعلى خير والله يرفع عنا هذا الوباء وكنتمنى هاد الأمطار الخير تكون أمطار ديال الرحمة وديال المغفرة وديال التواب والله يرزقنا الشاء آه لحقاش كيف ما كنقولها دي راه الفلاح راه متأثر وماشي غير الفلاح راه السدود ولينا كنشوفوا السدود ولات فيها عشرة في ديال, ديال 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 المياه اللي ممكن اننا الله يحد الباس يعني الامور ما بالخير ولكن الحمد لله الرحمة ديال الله ان شاء الله عما قريب تنتفائلوا بالخير تفائلوا بالخير بطبيعة الحال غادي نلقاوه في المستقبل فمشاهدة قناة شوف تيفي نضربوا لكم موعد في بث مباشر واحد اخر الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم في رعايه الله تصبحون على واقع اجمل ان شاء الله وما يكونش هذا الواقع فيه الخيانه يكون فيه التواب والاجر والمغفره والحب والاحترام والثقه والتفاهم ان شاء الله مشاهدي قناه شوف تيفي دمتم في رعايه الله والى اللقاء